معاك ميزانية متوسطة وبدك هاتف يعني عن جد مناسب يعيش معك عمر كويس، بس محتار. أنا اليوم في دليلك لشراء الهاتف راح أعطيك خيارات إن شاء الله تكون دسمة وإن شاء الله تنال إعجابكم، فخليكم معي. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. الفيديو الأول من دليلك لشراء الهاتف أعتقد أعجب كثير من الناس، وإن شاء الله راح أستمر في هذا الفيديوهات، وطبعا مش دائما، كل سنة يمكن أو كل 6 أشهر إذا صار في تغييرات في بالفئات راح أقدم فيديو جديد، لكن حاليا بدي أحاول أغطي الفئات الموجودة، الرخيصة، المتوسطة، اللي تحت 500 دولار، فئة الألعاب وما إلى ذلك. فاليوم حنحكي عن فئة غنية جدا، هاي الفئة هي الفئة المتوسطة، هاي يعني بصراحة صعب تختار فيها لأنه في عندك خيارات واسعة جدا. الأجهزة اللي بدنا نحكي عنها ممكن تكون متوفرة في بلدك، ممكن ما تكونش متوفرة في بلدك، بتكون متوفرة عن طريق مواقع الإنترنت، أنت وحظك وأنت واللي بيناسبك. أنا راح أحكي عنهم وراح أحكي رأيي عنهم وأنت في النهاية اختار اللي بيناسبك. خلونا نبلش. في المرتبة الثامنة هواوي البي 30 لايت، بصراحة هاتف جميل من الزجاج، يعني شكله عن جد جميل، سعره 300 دولار أو أقل مرات حسب البلد حسب السوق، مواصفاته الكرنت 710، شاشته جميلة جدا. هذا الجهاز راح يعطيك أداء مناسب تماما، الكاميرا تبعته 3 كاميرات في الخلف، أداءها فعلا يعني ممتاز. وانا عملت مراجعة لهذا الجهاز راح تراقبوه ان شاء الله بالصندوق الوصف. من مواصفاته كاميرا 48 ميجا بيكسل، USB Type-C، يعني عنده بعض المواصفات اللي ممكن عن جد تهمك، فاتمنى انه هذا الجهاز ينال اعجابك. انتقل للهاتف اللي بعد. المرتبة السابعة هاتف الاوبو F11 برو، هذا الجهاز جميل جدا، انا بعتبره من اجمل الهواتف المتوسطة، عنده معالج قوي جدا من ميديا تك، صحيح مش مشهور لكن هذا المعالج انا بقولكم انه هو معالج قوي البي 70، اداؤه عن جد ممتاز. وحتى الكاميرا الخلفيه الاساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه F1.8 ايضا ادائها ممتاز. والاحلى من هيك الشاشه الاماميه بدون حواف، هتحكي لي الكاميرا حتكون منبثقه، ففعليا راح تاخذ تجربه بهاتف متوسط بشاشه متناهيه بدون حواف، وهذا إشي كثير حلو. والبطاريه 4000 ملي امبير مع الشحن خرافي الفي او او سي من اوبو اللي هو 20 واط. بصراحه الجهاز سعره هو شوي اغلى، اتوقع 320 دولار، 330 دولار، ممكن يكون في بلادنا اغلى، ولكن هو يعتبر الفئة المتوسطة، أنا كثير بعطي عليه ريكومنديشن هذا الجهاز. المرتبة السادسة الجهاز الرائع من سامسونج الجالكسي A50، عن جد هذا الجهاز راح تحبه، الشاشة السوبر أموليد، يعني هذه أفضل، بدك أفضل شاشة في هاتف متوسط من سامسونج أكيد راح تأخذها. المعالج أداؤه يعني جيد جدا، البطارية ممتازة جدا، الكاميرا ايضا ادائها بالذات بالانارة الجيدة ممتازة، عندك شحن سريع مش كثير سريع 15 واط ولكن موجود، وبطارية 4000 ملي امبير، ايش بدك اكثر من هيك؟ السعر راح يكون اقل من 300 دولار. في المرتبة الخامسة هاتف الريلمي 3 برو، هذا الجهاز يعني غني عن التعريف، هذا الجهاز اداؤه خرافي، معالج عنده سناب دراجون 710 ممتاز جدا، حتاخذ رام كويس، حتاخذ اداء كويس، ولكن للاسف عنده المايكرو يو اس بي، المدخل لسه مايكرو يو اس بي، هاي احدى الميزات السلبيه، ولكن بشكل عام الاداء ممتاز جدا في هذا الجهاز. حتى كاميرته الاساسيه 16 ميجا بكسل بفتحه F1.7، البطاريه 4000 ملي امبير مع شحن سريع من اوبو الفي او او سي 20 واط. وهذا الجهاز ليش بحكي خرافي؟ لانه سعره يبدا 230 دولار، تاخذ مواصفات عن جد رهيبه 230 دولار. الجهاز اللي بعده المرتبة الرابعة هو شاومي ريدمي نوت 7 برو، وهذا الجهاز ايضا غني عن التعريف بالمواصفات اللي عنده الخرافية. اولا مصنوع من الزجاج ومحمي بطبقة من كورنينج غوريلا جلاس 5، هاي احدى الميزات المهمة فيه، وثانيا عنده معالج ممتاز جدا من سناب دراجون 675، الكاميرا الاساسية 48 ميجا بكسل بفتحة F1.8، عنده USB Type-C، وبطارية 4000 ملي امبير مع شحن سريع 18 واط، سعره ممكن يعني ممكن تلاقيه ب 210 220 دولار، انت وحظك حسب بلدك طبعا وحسب الموقع اللي تشتري منه، ولكن لما اعلنوا عنه اعلنوا انه سعره حيكون رخيص جدا، وفعلا السعر رخيص على هيك مواصفات. اللي بعده
اللي بعده اللي هي المرتبة الثالثة برضو هاتف من أوبو من شركة ريلمي. هذا الهاتف صحيح يعني هو مخصص فقط للصين، أنا أتمنى أنه يوصل بلادنا العربية، بس هذا الجهاز عنده مواصفات ممتازة، تصميمه خرافي، السعر تبعه يعني مش طبيعي. التصميم عنده شاشة بدون نوتش، ليش؟ لأنه الكاميرا منبثقة، ففعليا التصميم عصري. الشاشة مش عادية، الشاشة أموليد محمية بكورنينج غوريلا جلاس 5، والمعالج أيضا مش عادي، المعالج سناب دراجون 710، يعني ما فيش هون مش مضيع إشي. حتى الكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل بفتحة F1.7 وزيادة على البيعة، يعني بصمة داخل الشاشة، مع أنه البصمة اللي داخل الشاشة ممكن تكون بطيئة، على الأغلب بتكون بطيئة، بس هي موجودة داخل الشاشة. البطارية 3750 ميلي أمبير على ما أعتقد، مع شحن سريع 20 واط. هذا الجهاز سيباع في الصين بأقل من 200 دولار، هون الفكرة، أقل من 200 دولار، فإذا لقيته اشتري. لسه ما خلصناش المرتبة الثانية، ممكن تستغرب بس انا حكيت عن هذا الجهاز وعملت عنه فيديو، هاتف اللينوفو زي 6 يوث او بسموه زي 6 لايت، معالج سناب دراجون 710، رام اما 4 جيجا او 6 جيجا رام، كاميرا اساسيه 16 ميجا بكسل بفتحه F1.8، يو اس بي تايب سي، بطاريه 4050 ملي امبير مع شحن سريع 15 واط، مش كثير سريع، ولكن سعره اقل من 180 دولار. نيجي نحكي عن المرتبة الاولى، انا شخصيا هذا بعتبره افضل جهاز بهاي الفئة، حيكون اكيد من الشاومي، حيكون الريدمي كي 20، مش كي 20 برو، كي 20. مواصفاته، معالج سناب دراجون 730، افضل معالج متوسط في السوق. الجهاز من الزجاج، هذا التصميم من الزجاج فخم، يعني عن جد فخم وجميل على هيك فئة سعرية، وعنده كاميرا منبثقة من الأعلى، فعندك شاشة كاملة جميلة جدا، والشاشة أموليد محمية بطبقة من كورنينج غوريلا جلاس 5، وأيضا بصمة أسفل الشاشة مع بطارية 4000 ميلي أمبير مع شحن سريع 18 واط. هذا الهاتف في الصين حيكون سعره أقل من 260 دولار. كم حيوصل بلادنا لسه ما بعرف إذا راح يوصل ولا لا، ولكن سعره بصراحة خرافي. إيش رأيكم بهاي الهواتف اللي ذكرناها؟ اكتبوا لي انتو شو بتختاروا، وهل عندكم خيارات اخرى؟ لا تنسوا تفجروا اللايكات، يعطيكم الف عافية، بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.